شاول تقسيم القديم من المطالعات هاي كلها تبعها دقيق الحكم العراقية الخاصة سخرية بالعدالة الحكم ان شاء الله يكون حكم عادل واللي نتمناه هسه الحكم بالتنفيذ ايضا فرحه كبيره لا توصف لكل العراقيين الشرفاء المظلومين والله يا الاعدام هم قليله بحقه يكون يعذبونه قدام الناس يشوفونه لان هو هواي اذى عالم ويعني هواي عدم هواي قتل ان شاء الله يبقى الرئيس ان شاء الله يرجع رئيس وماكو على العدل ان شاء الله على العداله بالروح بالدم نهديك يا صدام بالروح بالدم نهديك يا صدام بالروح الرئيس صدام يعود بدلونا الركال بدلونا الرئيس صدام يعود الله اكبر يا عرب وينكم فليسقط استمع الى قرار المحكمه واضح قرار هذا لا انا اعرف اعدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت انا بالنسبه لي صدام حسين بسبته مات ابوي وعدم اخوي اللي اكبر من عندي واعتبر اليوم هذا القرار الثار اللي اخذناه من الحكومه. انه فرحه اعتيادي وهذا باعتبار انه اليوم مثل ما تقول خذينا ثارنا من عده. اسمك ضياء. هو اللي يستاهله اللي يريده هذا حكم ان شاء الله تبرمج عليه وراح نخلص من هاي الاعمال العنوف وراح البلد يرتاح ان شاء الله. من اعدام شنقا حتى هذا اليوم هو أسعد أيام في تاريخ العدالة في كل العراق هذا هو اليوم الذي تحققت على العدالة لملايين الشعب العراقي ليس الشيعة فقط والأكراد وإنما السنة هذا الرجل وهذه الزمرة حكموا العراق بالحديد والنار ظلموا الكل كنا جميعا ننتظر هذا اليوم والحمد لله رأينا هذا اليوم الذي ينال الجزاء الذي يستحقه